السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات قسم الإلكترونيات بالمدارس الصناعية، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في بيتنا مدرسة. إن شاء الله النهاردة حلقة النهاردة مخصصة لكل طلبة قسم الإلكترونيات وكل محبين قسم الإلكترونيات. النهاردة الحلقة مخصصينها علشان نتعرف مع بعض على المجالات اللي تندرج تحتها الإلكترونيات أو تخصص الإلكترونيات، والطالب بيتعلم إيه وإيه المجالات اللي ممكن يشتغل فيها بعد ما يتخرج. فعلشان كده نتعرف مع بعض بسرعة إيه المجالات زي ما قلنا اللي بتندرج تحت قسم الإلكترونيات. أول حاجة تصميم وإنشاء الدوائر والأجهزة الإلكترونية. زي إيه؟ يعني الطالب بيتعلم عندنا إزاي يصمم دايرة إلكترونية، سواء كانت بقى الدايرة ديت ممكن تكون دايرة إرسال، يعني دايرة جهاز إرسال، أو دايرة استقبال، أو دايرة تحكم يقدر يستخدمها مثلا للتحكم في شدة الضوء زي ما احنا بنشوف طبعا في أماكن كتير. أبسط مثال أعمدة الإنارة اللي بتبقى في الشوارع، بنلاقيها بالنهار مطفية وأول ما الليل يبدأ يخش تروح منورة. طبعا بيبقى فيها دايرة إلكترونية، دايرة تحكم بتعمل عن طريق الضوء. في حاجات تانية كتير طبعا، زي مثلا دوائر الإنذار. زي ما احنا عارفين ان في أجهزة إنذار ضد السرقة وأجهزة إنذار ضد الحريق وغيرها كتير. برضو الطالب ممكن بيتعلم ازاي يصمم دايرة إلكترونية بسيطة وتشتغل كجهاز إنذار. ممكن يعمل طبعا عن طريق اللمس، يعني مجرد ان حد يلمس الباب مثلا تروح على طول الدايرة شغالة، او ممكن تكون دايرة الإنذار بتعمل بأشعة الليزر زي ما احنا بنشوفها برضو في اماكن كتير بتبقى موجودة في الشركات وفي البنوك. مجرد ان حد بيقطع شعاع الليزر، وطبعا بيبقى شعاع مختفي مش باين غير ظاهر، مجرد ان حد قطع الشعاع دوت تروح دايرة الإنذار تروح شغالة على طول. في طبعا دوائر كتير زي مثلا دوائر التحكم في الإضاءة عن طريق الصوت، يعني ممكن لما حد يكون يعمل دايرة مثلا زي كده وتبقى موجودة في البيت، أول ما يدخل يفتح الباب يروح عامل سقفة تروح على طول الدايرة شغالة تحس بالصوت دوت وتروح مشغلة الإنارة بتاعت الشقة. ففي دوائر كتير الطالب بيقدر إن هو يتعلمها ويقدر إن هو يبتكر بقى دوائر من عنده. ليه؟ لأن كل الدوائر الإلكترونية مكوناتها الأساسية بتبقى واحدة، يا إما بتكون من المكونات بتاعتها المقاومات والمكثفات والترانزستور والدوائر المتكاملة اللي هي زي ما قلنا أشباه الموصلات وعناصر تانية كتير. فالطالب بيدرس العناصر ديت كل عنصر على حدة ويعرف ايه خواصه وايه وظيفته الأساسية، وبعد كده في المرحلة التانية بقى بيدرس ازاي يكون دايرة إلكترونية وازاي ينفذ الدايرة ديت عمليا ويجربها وتشتغل. هنا الطالب بقى ممكن ان هو يقدر يبتكر دايرة لانه عرف المكونات الأساسية، فيقول انا عايز الدايرة ديت تعمل ايه او تنفذ ايه او تتحكم في ايه، ويبدا يجيب المكونات ويوصلها مع بعض زي ما اتعلم وينفذ الدايره الالكترونيه اللي هو عاوزها. وهنحاول ان شاء الله ناخد جوله كده ونعرف بقى العناصر الالكترونيه ديت لما بتتوصل مع بعض بتكون لي دايره معينه، زي ما احنا اخذنا في البدايه كده وشفنا في البدايه دوائر مكبرات او دوائر لاجهزه الانذار او دوائر تحكم، ونعرف ازاي بيتم تصميم الدوائر الالكترونية ديت، وازاي كمان نقدر ان احنا نصمم وننفذ دايرة الكترونية مطبوعة اللي هي زي ما احنا شفناها البرينتد عندنا في البيت حتى، ونشوف بقى كيفية تصنيعها في المصانع كمان بتتم ازاي. طيب قدامي على الشاشة دي دايرة الكترونية بسيطة، دايرة تغذية باستخدام 4 موحدات. طبعا اللي فوق دي الدايرة النظرية، والرسمة اللي تحت دي الدايرة التنفيذية أو الدايرة العملية اللي هي بيتم تصميمها على
البرينتد او اللوحه المطبوعه. طيب الطالب بيتعلم عندنا زي ما قلنا في المدارس الصناعيه ازاي يرسم الدوائر الالكترونيه ده هي، وازاي يحول الدايره الالكترونيه من الدايره النظريه ويحولها للدايره التنفيذيه اللي هو يقدر ان هو يصنعها يعني ويعملها على برينتد ويشغل الدايره كمان. طيب الدايره اللي كانت قدامنا على الشاشه دي دايره تغذيه، زي ايه؟ زي دوائر التغذيه اللي هي بتكون موجوده في الشاحن زي ما قلنا بتاع الموبايل، ده ابسط مثال، ودوائر التغذيه اللي موجوده في اللمبات الموفره. طيب وغيرها كتير طبعا، يعني معظم الاجهزه الالكترونيه بتحتاج طبعا لدوائر تغذيه بتكون بسيطه علشان تخفض لي الجهد، ال 220 فولت بتخفضه لجهد مناسب 5 فولت 6 فولت علشان وتحوله لتيار مستمر علشان تشغل لي بيه الجهاز الالكتروني. طيب الدوائر ديت بقى بيتم تصميمها وتنفيذها ازاي؟ طبعا في حاجه اسمها اللوحات المطبوعه او البي سي بي. اللوحه المطبوعه زي ما احنا شايفين قدامنا دي بتبقى لوحه من الفبر اللي هي لونها اخضر، واللي عليها دي التوصيلات بتكون عباره عن شرائح من النحاس. بس زي ما انت شايف طبعا في نوع من البرينتد او الواح البكسولين بتبقى عباره عن شرائح. يعني شرائح يعني ايه؟ يعني خطوط متوازيه كده تحت بعضها ومثقبه، بتبقى شرائح مثقبه. ودي طبعا الطالب بيقدر ان هو يركب عليها العناصر الالكترونيه على طول ما بين الشرائح ويوصلها ببعضها، بس طبعا بتبقى حجمها كبير. لكن في الدوائر المطبوعه زي ما انت شايف المثال اللي قدامك على الشاشه بتبقى التوصيلات مش ماشيه في خطوط مستقيمه، لا ده التوصيلات هنا بيتم تنفيذها بحيث انها تروح لحد العنصر المطلوب ان هو يتوصل بالطرف دوت، فتلاقي الشرايح هنا متداخله مع بعضها والعناصر كلها قريبه من بعض، فبالتالي حجم الدايره بيبقى صغير، ودي الميزه بتاعه الدوائر المطبوعه. ازاي بقى بيتم تصميم الدايره المطبوعه ديت او تنفيذها؟ الواح البكسولين اللي هي البرينتد دي بتبقى عباره عن لوح من الفبر وعليه طبقه من النحاس، يعني ما تبقاش خطوط زي كده، بس بتاخد مراحل بقى في تصنيعها. بيتم طبعا رسم الدايره الالكترونيه اللي هي كانت الدايره النظريه وتتحول للدايره التنفيذيه او الدايره العمليه، وبعدين بعد كده بيتم رسمها على ايه؟ على اللوح البكسولين اللي هي البرينتد، يا اما زي قلم دوكو او بيبقى فيه طرق تانية مختلفة هنشوفها مع بعض في الفيديو اللي احنا هنعرضه دلوقتي. وبعدين بتتحط البرينت ديت في حمض، فالحمض بيعمل ايه؟ بيتفاعل مع النحاس اللي موجود على اللوح الفبر دوت، فبيتآكل كله، ما يفضلش غير مين؟ غير التوصيلات بس اللي كانت مرسومة. احنا قلنا هنرسمها بقلم ايه؟ قلم دوكو. طيب فالتوصيلات اللي مرسومة ديت هي بس اللي بتكون مستخبية، فالحمض ما بيتفاعلش مع النحاس اللي تحتيها فبيسيبها زي ما هي، وبقية النحاس اللي موجود على اللوح بيتآكل، فبالتالي بحصل على ايه؟ على التوصيلات بس اللي انا كنت محتاجها اللي انا كنت راسمها على الدايرة. والخطوة اللي بعد كده بيتم تثقيب بقى الأماكن العناصر بشنيور في الأماكن اللي هي زي ما احنا شايفينها الدوائر اللي هي الغامقة دي، بيتم تثقيبها بحيث ان العناصر تتركب الأطراف بتاعتها في الثقوب ديت، وبعد كده بتتلحم طبعا بالقصدير. نبص مع بعض كده بقى على الخطوة اللي بعدها. مثلا في هنا دايره مثال لدايره تحكم زي ما قلت لكم من شويه. دايره التحكم ديت بتتحكم في ايه؟ في اضاءه مصباح عن طريق الصوت. زي ما احنا شفنا كده الدايره بسيطه جدا، ومجرد ان
الشخص يعمل صوت سقفة كده، فتروح على طول الدايرة تحس بالصوت دوت، وتروح مشغلة دايرة التحكم والمصباح يضيء. دي طبعا من أحد الدوائر الإلكترونية البسيطة وموجودة ومستخدمة. ودي المكونات بتاعتها زي ما احنا شايفين، دايرة قدامي على الشاشة، وممكن لو حد من ولادنا عايز ينفذها يقدر ان هو ينفذها طبعا ببساطة. ده ميكروفون مايك وترانزستور واي سي ثلاث خمسات اللي هو التايمر، واي سي 74 374 دي بتكون عبارة عن ايه، بتعمل كذاكرة، وريلي والمصباح. وطبعا زي ما احنا قلنا من شوية ان الشخص لما بيعمل هنا صوت سقفة مثلا، فالمايك دوت بيحول الصوت لإشارة كهربية. الإشارة الكهربية دي بتكون ضعيفة، فبتروح لمين؟ للترانزستور اللي هي دايرة المكبر، يكبرها. بعد كده يروح لمين؟ يوصلها للتايمر. دايرة التايمر دي عبارة عن ايه؟ مذبذب. فيولد لي نبضة، النبضة ديت يوصلها لمين؟ للاي سي اللي هي اللي بتعمل كذاكرة زي ما قلنا، وتروح موصلها لي إشارة الخارج للملف الريلي، فيروح موصل الدايرة الكهربية بتاعت المصباح فيضيء. ولو عمل صوت تاني على طول برضو دايرة المكبر تروح موصلة إشارة لمين؟ للمذبذب اللي هو التايمر، وتروح موصلة نبضة تانية لدايرة الذاكرة، فتروح على طول بقى مغيرة الإشارة، فبدل ما كان الريلي كان موصل فيروح فاصل وهكذا. فيبقى أنا قدرت باستخدام الدايرة ديت إن أنا أتحكم في إضاءة المصباح. لو بصينا كده دي دايرة المكبر زي ما احنا قلنا اللي بيشتغل فيها الترانزستور كمكبر، يكبر لي إشارة الصوت، وبعد كده بيوصلها لدايرة المذبذب، اللي بتقوم بتوليد نبضة، وبعدين توصلها لدايرة الذاكرة اللي احنا قلنا عليها اللي هي بتعمل كدائرة ايه؟ قلاب. وبعدين او تتحكم في تشغيل الريلي، فيقوم بتوصيل الدايرة الخارجية اللي هي الدايرة بتاعت المصباح، فتوصل ال 220 فولت لللمبة وتكمل الدايرة، فالمصباح ايه؟ يضيء. زي ما قدامنا كده في الايه؟ في الشكل دوت. دايرة بسيطة جدا وفكرتها جميلة، وممكن لو حد من الطلبة عاوز يجربها، الدايرة قدامنا على الشاشة هيت، والعناصر مكتوب عليها القيم بتاعتها، ويقدر ان هو ينفذها. لما الشخص يعمل صوت هنا سقفة كده، فعلى طول اللمبة هنا ايه؟ تضيء. وآدي الدايرة العملية بعد ما توصلت.
لو شفنا كده ادي الصوت، ما الشخص عمل صوت فايه سكتت او طفت، ولما عمل صوت تاني الليد اضاء تاني، فدايرة تحكم بسيطة جدا وفكرتها بسيطة زي ما احنا شفنا. ممكن طبعا ان احنا ننفذ دايرة زي ديت، دايرة بسيطة زي كده، ونتعلم فيها، والطالب بيبقى مبسوط جدا لما بيعمل دايرة بإيديه ويشغلها وبعدين يلاقي النتيجة قدامه، فبيبقى طبعا يعني روحه المعنوية بتبقى عالية وبيبدأ يتعلم حاجات أكتر كمان. نبص برضو كده على دايرة إنذار، دايرة الإنذار ديت دايرة بسيطة بتشتغل بأشعة الليزر، أو لو احنا بصينا كده بنستخدم فيها هنا دي مقاومة ضوئية اللي أنا بشاور عليها دي اللي على الشمال دي، وده قلم ليزر. طول ما شعاع الليزر بيسقط على المقاومة الضوئية بتبقى الدايرة ساكتة، وأول ما الضوء ينقطع تروح على طول دايرة الليزر أو دايرة الإنذار تروح شغالة على طول وتصدر وتصدر الصوت. نرجع تاني أو نشوفها تاني، ادي زي ما احنا شايفين قدامنا كده الدايرة بتتكون من جزئين، جزء للإرسال اللي هو مسؤول عن توليد شعاع الليزر، والجزء الثاني اللي هو دايرة الاستقبال وفيها المقاومة الضوئية زي ما قلنا. طالما ان شعاع الضوء ساقط عليها على طول بتكون الدايرة ساكتة، أول ما الضوء الليزر ينقطع تروح دايرة الإنذار تروح شغالة وتصدر صوت الإنذار. دي من الدوائر برضو البسيطة وممكن الطالب بينفذها وممكن يعملها في البيت، يعني يقدر ان هو يشتري كمان العناصر بتاعتها في محلات كتير بتكون هي بتبيع العناصر الإلكترونية ديت، موجودة في أماكن كتير، يقدر ان هو يجيب العناصر بتاعت الدايرة ويكونها ويقدر ان هو يبتكر كده ويعمل أفكار جديدة كمان. زي ما احنا شايفين ضوء الليزر أول ما اتقطع يروح الدايرة شغال. شوف بقى كده ازاي نقوم بصناعة البرينتد بطريقة سهلة ونقدر ان احنا نعملها في البيت حتى. بنجيب لوح البكسولين زي ما احنا قلنا قبل كده، وبعدين بيتم تنظيفه كويس علشان ما يبقاش عليه اي اتربة او اي طبقة اكسيد اللي هو الصدى يعني، فعلشان نقدر ان احنا نعمل الدايرة الالكترونية اللي هتبقى مطبوعة وتطلع بجودة عالية.
بعد كده بيتم رسم الدايرة الإلكترونية ونطبعها من على الكمبيوتر على ورق كوشيه. الورق دوت بيبقى موجود في المكتبات اهو، بنطبع الدايرة زي ما احنا شايفين كده، وبعدين بنلزقها على البرينتد اهو، بنحطها كده بشكل مقلوب بحيث ان الرسمة بتاعت الدايرة نفسها تبقى على البرينتد، على الطبقة النحاس يعني. وبيتم لصق الورقة اللي هي اللي عليها الدايرة الإلكترونية على البرينتد، وممكن نستخدم المكوى عشان نلزق الدايرة الإلكترونية اللي هي اتطبعت على الورقة ديت، الحبر نفسه يلزق على البرينتد على الطبقة النحاس. أو بنقدر إن احنا بالمكوى كده، وتكون درجة الحرارة بتاعتها عالية شوية، أو زي ما في الشكل كده قدامنا، لحد ما الورقة تبقى باينة قدامنا كده إنها لزقت على البكسولين على الطبقة النحاس كويس، والتوصيلات نفسها اللي هي الرسمة بتاعت الدايرة الإلكترونية هنلاقيها ظهرت قدامنا كمان على الورقة كده، بقت واضحة. فبكده نتأكد إن الحبر خلاص لزق على الطبقة النحاس. نفضل نسخنها كده شوية ونضغط على الايه المكوى كويس. هي ابتدت اهي الخطوط والتوصيلات ابتدت ايه تظهر من الورقة، وده دليل على ان الحبر التصق بالطبقة النحاسية اللي هي على البرينتد. نفضل كده لحد ما ايه نتأكد انها التصقت بالكامل بشكل جيد. وبعدين أبدأ أغطي الورقة بالمية عشان نزيل الورقة وتفضل الطبقة بس اللي كان عليها الحبر اللي عليها الرسمة بتاعت الدايرة هي اللي تفضل ملتصقة بطبقة النحاس اللي على البكسولين. زي ما احنا شايفين كده الورقة هتبوش خالص من المية، فنقدر ان احنا نشيلها بسهولة. اهو زي ما احنا شايفين كده اهو الورقة بقى نبدأ ايه نشيلها، وهنلاحظ ان الرسمة بس الدايرة اللي احنا طبعناها من على الكمبيوتر او الحبر نفسه التصق على طبقة البكسولين، والورقة بس هي اللي تم ايه ازالتها. بنشيل الورق كده بحرص علشان الخطوط التوصيلات ديت هي اللي هتفضل، هي اللي احنا عايزينها. وبعد كده بنحط البرينتد في الحمض، فزي ما احنا قلنا قبل كده بيتفاعل الحمض مع طبقة النحاس، فبيبدأ النحاس يتآكل، وتفضل لي بس التوصيلات اللي هي اللي متغطية بالحبر
ويفضل التوصيلات دي طبعا يفضل تحتها طبقة النحاس وما تتفاعلش مع الحمض وتفضل موجودة. يبقى أنا كده بقدر إن أنا أطبع التوصيلات اللي أنا عايزها على البرينتد الباكسولين بالشكل اللي احنا شفناه ده. أو نشوف كده لما نحطها إيه في الحمض. بس قبل ما نحطها في الحمض لو في خط من التوصيلات كان الحبر اللي عليه ما كانش ماسك كويس أو اتشال بنقدر إن احنا نعالجه عن طريق قلم دوكو، يعني أرسم الخط أعيد عليه تاني كده بالقلم الإيه؟ بالقلم الدوكو. وبعد كده بنحطها في الحمض. أو الحمض بيتم تخفيفه بالمية. وفي حمض بيبقى جاهز اصلا بيبقى سائل، يعني اللي قدامنا في الفيديو دوت بيكون صلب وبيتحط عليه ميه سخنه فبيدوب فيها. وبعد كده بحط انا بقى البرينتد في قلب الحمض دوت فبيتفاعل النحاس مع الحمض ويتآكل. في حمض بيتجاب بيبقى جاهز برضو بيبقى عباره عن سائل على طول، وبحط البرينتد فالبيو بيدي نفس النتيجة يعني. اهو البرنت ده لما نحطها في الحمض زي ما احنا شايفين كده وبنسيبها فترة شوية عبال ما تتفاعل مع الحمض، وبعدين بنطلعها فنلاقي ان طبقة النحاس تأكلت وفضلت بس التوصيلات اللي احنا عايزينها اللي كانت مرسومة. ايه زي ما احنا شايفين كده النحاس بيتآكل وبيفضل لي بس الايه الخطوط اللي هي التوصيلات. ودي طريقة تعتبر طريقة يدوية ونقدر ان احنا نستخدمها في المنزل علشان نقدر نعمل دايرة مطبوعة في المصانع بقى. وبالطرق الحديثة نبص كده نشوف الدايرة المطبوعة بتتم ازاي. ده طبعا رسم تصميم بتاع الدايرة الإلكترونية وبيتم على الكمبيوتر. طبعا الآلة ديت الدايرة الإلكترونية بتتصمم الأول وتترسم على الكمبيوتر، وبعدين بتبدأ هي ترسم الدايرة الإلكترونية عن طريق الحفر على اللوح الباكسولين زي ما احنا هنشوف كده. وبتكون يعني الجودة والكفاءة بتاعتها عالية جدا زي ما احنا شايفين كده. الآلة هي دلوقتي بتعمل ايه؟ دي اللي قدامنا دوت حاجة زي الشنيور كده، ودي بنطة رفيعة وهي بتتحرك كده. بس بتعمل ايه؟ بتاكل طبقة النحاس بتحفر فيها وتسيب بس التوصيلات اللي احنا عايزينها اللي هي كانت مرسومة على الكمبيوتر. اهو زي ما احنا شايفين كده. يعني ايه بتاخد مثلا مدة قد ايه علشان تعمل الدايرة المطبوعة ديت كلها وترسمها كده؟ يعني حوالي مثلا 10 دقايق بالكتير تكون رسمت الدايرة الإلكترونية كلها كاملة.
وبكفاءة وبجودة متناهية. يعني زي ما احنا شايفين كده ما فيهاش غلطة. شوف الدائرة الإلكترونية رغم إن هي دائرة معقدة شوية وإحنا شايفين فيها توصيلات كتير، اترسمت بطريقة جيدة جدا والكفاءة بتاعتها عالية. ده طبعا شغل مكن وآلات حديثة وكلها بالتحكم الآلي برضو، التحكم الإلكتروني، فلازم تكون الجودة والكفاءة بتاعتها عالية. يوضح لي هنا ازاي هو بيتم الايه رسم الدايرة على اللوح البكسولين. طبعا بتفضل الدايرة كده الآلة شغالة لحد ما ترسم الدايرة ايه كاملة، وبعد كده بتتنقل لمرحلة تانية زي ما احنا شايفين كده، بتحط عليها ايه، بتتغطى بطبقة عازلة اللي هي الطبقة اللي لونها ازرق دي، وبعد كده بيتم تحديد الأماكن بتاعة العناصر أو أطراف العناصر اللي هيتم لحامها. يعني هنشوف دلوقتي الآلة بتعمل إيه؟ الأماكن دلوقتي طبقة النحاس كلها معزولة. الطبقة اللي لونها أزرق دي اللي اتحطت عليها ده طبقة إيه؟ عزلة. علشان القصدير يلحم الأطراف بتاعة العناصر فعمره ما هيلحم طبعا على الطبقة العازلة دي اللي لونها أزرق. فبص بقى الآلة هنا بتعمل إيه؟ الأطراف، أماكن الأطراف بتاعة العناصر، ها بتزيل الطبقة العازلة اللي موجودة عليها، وبطريقة متناهية الدقة برضو زي ما احنا شايفين كده اهو. ده كله طبعا عن طريق ايه، برنامج بيبقى على الكمبيوتر وهو اللي بيتحكم في تشغيل الآلة زي ما احنا شايفين كده. بتفضل بعد ما تم إزالة الطبقة العازلة من على الأطراف بتاعة العناصر، بص بقى اتحط معجون، المعجون دوت معجون قصدير اللي هو المعجون بتاع اللحام. وبص لما بيتم تسخينه اللي بيحصل، ها بص بينصهر ويمسك بس على الأماكن اللي هي بتاعة الإيه، بتاعة العناصر اللي هي اللي كان تم إزالة العازل من عليها. مفيش نقطة أزير أو قصدير اللي هي نقطة لحام ما تجيش على النقطة اللي جنبيها تعمل كسر وتبوظ الدايرة. لا هنا بتبقى متناهية الدقة زي ما احنا شايفين. بيتم تكملة الدايرة وبيتم إزالة الطبقة العازلة من على أماكن الأطراف بتاعة العناصر اللي هي اللي هتتلحم بعد كده، المكونات الإلكترونية اللي هتتحط على البرينتد. وناخد بالنا برضو إن هي الأماكن التانية اللي هي اتحط عليها القصدير ما كانتش اتخرمت، لأن في عناصر بتبقى عناصر سطحية، يعني الأطراف بتاعتها بتتلحم على السطح بتاع البرينتد، ما بتبقاش فيها ما يعني ما بيتثقبش الدايرة البرينتد والأطراف بتاعة العناصر تبقى كبيرة، لا
دي اللي هي السيرفيس كومبوننت هنشوفها دلوقتي. بتبقى العناصر هنا الإلكترونية إذا كانت مقاومات أو مكثفات أو ترانزستورات بيبقى حجمها صغير، والأطراف بتاعتها بتبقى صغيرة جدا، فيدوب بتتحط على السطح بتاع البرينتد على البوردة وتتلحم على طول من جهة واحدة. شايفين البوردة حجمها صغير لكن فيها توصيلات كتير وكم كبير من العناصر. لسه طبعا العناصر ما اتلحمتش يعني. نشوف كده هيبدأ بقى العناصر. طبعا بيتم تنظيف الأول البوردة كويس قوي، وبعد كده هيتم لحام العناصر والمكونات الإلكترونية عليها. المكونات طبعا بتتركب حاجة حاجة كده، بس ناخد بالنا برضو ان الكلام دوت كله ايه يعتبر في استخدمنا الالات، بس برضو في شغل يدوي داخل فيها. هنشوف في فيديو تاني كل الشغل دوت بيتعمل بالالات. طبعا الات احدث من كده. اهو بص بقى العناصر هنا بتتركب ازاي. اهو ده اللي لونه ابيض ده معجون، اللي هو المعجون بتاع اللحام زي القصدير كده. اهو العناصر بتتثبت عليه، وبعد كده بيتسخن درجة حرارة عالية توصل ل 245 درجة. المعجون ده بينصهر ويروح مثبت الأطراف بتاعة العناصر على طول، لأن العناصر ديت زي ما احنا شايفين اللي هي العناصر الصغيرة دي بتكون عبارة عن مقاومات وثنائيات وترانزستورات، بيبقى الجوانب بتاعتها بيبقى عليها طبقة قصدير. اهي بص كده، اهي هتبدأ ايه، شوف القصدير ساح وتحركت اهيت ولحمت اهيت من الجنبين، بس تثبت في مكانها كده. وادي الاي سي زي ما احنا شايفين برضو، اهو شايفين المعجون انصهر بسبب درجة الحرارة، وراح على طول القصدير ماسك في الأطراف بتاعة الاي سي، واتلحمت طبعا بدقة عالية زي ما احنا شايفين كده. دي طبعا كانت من الطرق الحديثة برضو في تصنيع وتنفيذ الدوائر الإلكترونية المطبوعة. وزي ما شفنا كده بتبقى دوائر متناهية الصغر، والعناصر المكونة اللي متركبة عليها بتكون عناصر حجمها صغير جدا بالمليمتر. وطبعا باستخدام الآلات زي ما احنا شفنا بنقدر ان احنا نحصل على ايه، جودة وكفاءة عالية جدا. عايزين نشوف في فيديو تاني برضو انا كنت مجهزه لكم، جولة في مصنع للإلكترونيات، وبيصمم برضو بينفذ برد إلكترونية كبيرة، ومعظمها بقى أو كلها شغل آلي مكن. يمكن احنا شفنا في الفيديو دوت ان العناصر حتى يعني في شخص هو اللي بيحط العناصر في الأماكن بتاعتها، وبعدين بيبدأ ان هو يعني باستخدام كده هوت اير اللي هو الهواء حار درجة حرارته عالية بيسلطوا على البوردة، فالمعجون اللي هو بتاع المعجون اللحام القصدير دوت بينصهر ويبدأ ان هو يمسك ويلحم الأطراف بتاعة العناصر. لكن بقى طبعا في المصانع في طرق أحدث من كده كمان، وبتستخدم تكنولوجيا عالية جدا هنشوفها مع بعض دلوقتي. هنلاقي كل الكلام دوت بيتم بطريقة آلية،
المكنة هي اللي بتطبع البرينتد، وهي اللي بتعمل بتخرم الأماكن بتاعت العناصر، وهي اللي بتمسك العناصر وكل عنصر وتحطه في المكان بتاعه وبطريقة سريعة جدا. يعني يمكن الواحد يستغرب يعني الدقة المتناهية ديت ازاي لما نشوف الكلام دوت مع بعض. ادي الجولة داخل مصنع، وهنشوف ازاي بيتم تصنيع الأجهزة أو الدوائر الإلكترونية البرد حتى لو كانت مكوناتها كبيرة وصعبة. وطبعا زي ما احنا شايفين كده يعني المصنع نفسه بتاع الإلكترونيات، وبيكون في النظافة على درجة عالية جدا، يعني أكتر من المستشفيات بمراحل، لأن في تصنيع الدوائر الإلكترونية اللي بالشكل دوت وخاصة أشباه الموصلات وتصنيع الدوائر المتكاملة، لو أي ذرة تراب التصقت بالعناصر أو أشباه الموصلات دي أثناء تصنيعها بتؤدي لتلفها طبعا. زي ما احنا شايفين كده ديت البرد، وتم وضع يمكن في المرحلة اللي فاتت يعني لو خدتوا بالكم منها كان تم وضع طبقة المعجون اللي هو معجون اللحام اهو، نرجع لها تاني. بص هنا كده الآلة بتعمل ايه، بتحط العناصر في الأماكن بتاعتها. بس واخدين بالكم من السرعة، بيتم وضع العناصر الإلكترونية اللي هي المقاومات والثنائيات والترانزستورات دي بمعدل من 5 لـ10 عناصر في الثانية الواحدة. فشايفين السرعة دي سرعة حقيقية اللي الآلة شغالة بيها. تم وضع الايه العناصر، وناخد بالنا انه تم وضع العناصر كده. طب هي العناصر ديت ما اتلحمتش لسه، ده العناصر ديت اتوضعت على المعجون اللي هو معجون اللحام بس لسه ما انصهرش. يعني تعال نرجع لها تاني. نرجع لها تاني كده الجزء ده. دي هنا الآلة وهي بإيه بتضع العناصر. أيوة هنا الجزء ده شايفين ال الشبلونة ديت اهي بتطبع. بص كده ده المعجون اهوت تم وضعه على ايه؟ على البوردة في الأماكن اللي هيتم لحمها. أهي تاني أهي. شايفين الفراغات اللي هي اللي موجودة ديت؟ ده المعجون طبعًا بينزل من الشبلونة ديت على الأماكن بالظبط بتاعة العناصر اللي هي المفروض تتلحم. بعد كده بتتنقل بقى البوردة لمرحلة تانية، ويتم وضع العناصر زي ما احنا شفنا بطريقة سريعة جدا. اهي رجع لها تاني اهي. فالعناصر هنا ما بتقعش ليه؟ عشان كل عنصر بيتثبت على طبقة المعجون اللي هي اللي تحتيه المعجون ده اللي هو معجون اللحام.
اللي هو اللي يعتبر ايه القصدير اللي لسه هينصهر بعد كده. بعد ما بيتم بقى وضع العناصر كلها بالطريقة ديت، بتتنقل البوردة لمرحلة تانية، وبيتم صهر المعجون القصدير عند درجة حرارة عالية، فبيتم لحام العناصر طبعا في أماكنها، وبعد كده بيتم اختبار كل عنصر هل هو اتلحم كويس ولا لا. ادي البوردة بعد ما اتلحمت العناصر عليها، وبعد كده في المرحلة اللي بعديها بيتم اختبار البوردة والعناصر بطريقة يدوية كده، عن طريق ايه؟ بالنظر، يشوف اللحامات كويسة ولا لا، في نقطة لحام مش مظبوطة. بس طبعا يعني المرحلة ديت ما بتبقاش الدقة بتاعتها عالية، هو بيشوف بس الايه الأجزاء اللي هي ظاهرة قدامه، لكن بعد كده بيتم اختبارها باستخدام الأجهزة قدامنا هوت واستخدام الأشعة. وبيتم التأكد من ان كل عنصر اتلحم بالطريقة السليمة، او زي ما احنا شايفين كده قدامنا. وبيتم اختبار البوردة للتأكد طبعا من ان كل المكونات تركبت صح. في بقى اجزاء طبعا بتتركب بطريقة يدوية زي ما احنا شايفين كده، فريق من العمال او الفنيين بيبقوا موجودين، وكل واحد منهم مسؤول عارف انه بيركب اجزاء معينة وعارف اماكنها بالظبط فين، فبتتركب وبتتلحم في اماكنها. دي طبعا الاجزاء ديت الالة هنا ما تعرفش تركبها، بتكون في اماكن مثلا ضيقة شوية، في عناصر تانية صغيرة كتير موجودة حواليها، فالالة ما تعرفش تجيبها بدقة عالية. فبيتم بقى تركيب الايه المكونات دي زي ما احنا شايفين كده بطريقه ايه يدويه. طبعا القصدير هنا بيكون منصهر بقى زي ما احنا شايفين، بيبقى منصهر زي الميه، درجه حرارته عاليه، بحيث انه الاجزاء بقى اللي بيركبها الفنيين دول بيتم لحمها على طول عن طريق القصدير المنصهر ده. وبكده بتكون البورده تم تصنيعها بالكامل، وبعد كده بقى بتوصل لمرحله ايه التغليف، علشان تتباع في الأسواق. يمكن احنا شفنا كده جولة سريعة داخل المصانع، أحد المصانع يعني بتاعت الإلكترونيات، وشفنا كيفية تصنيع الدوائر الإلكترونية. والكلام ده بقى بينطبق على كل الدوائر الإلكترونية اللي موجودة حوالينا. يعني انت دلوقتي لو انت بصيت كده مثلا للبوردة بتاعت التليفون الموبايل اللي في ايدك، في بوردة الكترونية برضو حجمها صغير ودقيقة جدا، بيتم تصنيعها ازاي في المصانع بطريقة آلية زي ما احنا شفنا كده.
البوردة برضو بتاعة التلفزيون، بتاعة الراديو، أي بوردة النهاردة بتاعة أي جهاز إلكتروني بيتم تصنيعها بطريقة زي ما احنا شفنا كده، بطريقة آلية، وبتكون الكفاءة بتاعتها والدقة بتاعتها عالية جدا، لأن زي ما احنا شفنا تستخدم تكنولوجيا عالية جدا، غير بقى الطريقة اللي احنا شفناها في الأول، الطريقة اليدوية دي. يعني احنا أنا بس حبيت أعرفكم إن احنا نقدر إن احنا نصمم دايرة إلكترونية ونعملها على دايرة مطبوعة وبطريقة يدوية خالص كده وبطرق بدائية بسيطة. لكن طبعا في الشغل بقى في المصانع لا، ما بيبقاش الكلام بالطريقة دي، لازم طبعا تكون الجودة بتاعتها عالية وتنتج كميات كبيرة، فلازم تبقى السرعة كمان، سرعة الإنتاج تبقى عالية. يعني يا رب تكونوا استفدتوا النهاردة والحلقة بتاعتنا عجبتكم، وإن شاء الله يعني يكون في حلقات جاية إن شاء الله، ونكمل برضو الجولة بتاعتنا كده والتعريف بقسم الإلكترونيات والمجالات المتعددة. يمكن أنا في البداية قلت إن مجال الإلكترونيات مش متعلق بس أو مرتبط بس في تصميم وتنفيذ الدوائر والأجهزة الإلكترونية، لا، ده احنا قلنا ان في مجال الاتصالات، سواء اذا كانت اتصالات سلكية او لا سلكية، في عندك في مجال الصيانة زي ما احنا قلنا برضو، في عندك المجال بتاع شبكات الحاسب والانترنت، في مجالات متعددة، في مجال التحكم الآلي. يعني احنا شفنا المكن والآلات اللي شغالة ديت كمثال، وفي الفيديو الأخير دوت الآلة ديت هي بتشتغل ازاي ومبرمجة وبتركب العناصر والمكونات الإلكترونية على البوردة وفي الأماكن المحددة بتاعتها وبالدقة العالية دي. طبعا دي بتبقى الآلة مبرمجة باستخدام طبعا أجهزة حاسبات وعليها برامج معينة، وهي اللي بتتحكم في تشغيل الآلة. طيب ما هو مين بقى المسؤول عن تشغيل الآلات دي نفسها؟ مهندسين الإلكترونيات والبرمجة طبعا. فالمجالات قدامنا كتيرة ومتشعبة. انت بقى كطالب لازم انت تبقى يعني تحدد انت بتعرف ده وبتعرف ده طبعا، وبتدرس يعني حاجات كتير من المجالات المختلفة اللي احنا قلناها ديت في خلال مرحلة التعليم الثانوي الصناعي. انت بقى تقدر ان انت تحدد انت عايز تركز في انهي مجال فيهم بالظبط، علشان طبعا لما تكون متخصص في حاجة معينة طبعا ربنا هيوفقك، والتخصص طبعا بيخلي الواحد يعني الكفاءة بتاعته بتكون عالية جدا، ويكون في المجال بتاعه يعني ملوش مثيل. فربنا يوفقكم، وإن شاء الله أشوفكم في الحلقة اللي جاية، وإن شاء الله يعني يكون في برضو مجالات تانية هنتكلم فيها، وانتظرونا إن شاء الله في الحلقة اللي جاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.